نعم شيخ بارك الله فيك، هل يلزم من تسوية الصفوف، هل يلزم من تسوية الصفوف نعم تلاصق الأقدام بحيث لا تبقى بينها فرج، نعم، أم يكفي مجرد المحاذاة؟ الواجب المحاذاة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه تحقيقا لأمرين، المراصة والمحاذاة. وأما ما يفعله بعض المجاهدين الآن من أنه يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، وأحيانا يعكف رجله حتى يكون الكعب ملاصقا للكعب، ولكنه قد تكلف في عكف رجله، فهذا لا أصل له من السنة، وهو فهم خاطئ غلط، لأننا شاهدناهم يفرجون رجليهم حتى تتلاصق، لكن ما بين أكتافهم فرجة، فكأنها أهرام أسفلها واسع وأعلاها ضيق، من أين جاء هذا؟ إذا فهمنا النص يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، هذا ينافي هذا الفعل. ولهذا نحن نحذر إخواننا طلبة العلم الصغار، نحذرهم من التسرع في فهم النصوص على خلاف مراد الله ورسوله، ونقول انظروا للعلماء الذين هم أكبر منكم وأكبر منكم سنا وأقوى منكم فهما لكتاب الله ورسوله وسنة رسوله. أفهمت الآن؟ إذا ما تلاصقت الأقدام فهذا جائز. إيه جواز جائز، بس لا يكون فرجة، لا يكون فرجة، لأنك الآن لو مس المنكب المنكب قد يكون الرجلين مضمون بعضها إلى بعض، يعني متقاربة، هذا لا يضر. بارك الله فيك. نعم.